جميع المباراة ديالها ما كانش عندنا مدة طويلة، لأنه لعبنا آخر مباراة لعبناها يوم السبت، وبالتالي ما كانش عندنا وقت كثير فين يمكن نهيئوا المباراة من الجانب التكتيكي. ولكن تنظن أنه الحمد لله نجحنا بواحد النسبة مئوية كبيرة بأننا ننجحوا في الأداء ديالنا في هذه المباراة، خصوصا دفاعيا. درنا أناليز الطريقة باش يلعب فريق الوداد البيضاوي، شفنا لي كلي اللي كيعتمدوا عليهم، خصوصا الخروج بالكرة من الجهة اليمنى، لأنه تنعرفوا الثنائية الدفاعية ديال الوداد البيضاوي بجوج تلعبوا بالرجل اليمنى، لا أمين فرحان لا أمين أبو الفتح. دونك كنا تنوريونتو لو جو جيت أمين فرحان باش نخرجوهم من الجهة اليسرى، لأنه من الجهة اليمنى تيخرجوا بسرعة وتيقدروا أنهم يوصلوا للمرمى، خصوصا عن طريق العملود. دونك حاولنا نوريونتو لو جو ديال فريق الوداد البيضاوي ضد الطبيعة ديالهم، يلعبوا كونتر ناتور، خرجناهم من الجهة اليسرى، لأنه واحد الوقت كان انيكيليبر ما بين الجهة اليسرى واليمنى ملي كان عطية الله، مي دابا تنشوفوا كاين شوية باقي ان ديزيكيليبر. دونك نجحنا بواحد النسبة أنه نديهم لاكوش، كذلك نغلقوا لأنه ملي تيوصلوا للمنطقة الهجومية ديالهم فتعتمدوا على العرضيات، لهذا فاشتغلنا على الماركاج انديفيديوال خصوصا للمهاجمين اي عملود، لأنه تنعرفوا القوة ديالو في الضربات الرأسية وتنعرفوا القوة ديالو في منطقة الجزاء، لأنه من الهدافين ديال البطولة هذه 4 أو 5 سنوات. دونك هادو دي كلي بلوس جبران اللي حاولنا انه حتى هو الوقت ياخذ الكره ما نخليوش يمشي للجهه اليمنى. فاليوم حاولنا انه اللعب ديال فريق الوداد البيضاوي كله نديوه للجهه اليسرى عكس الطبيعه ديالهم. تنظن انه دفاعيا نجحنا، زيد عليه انه هجوميا بغينا نمشيو في مرتدات، مشينا في بعض المرتدات، مي صراحه خاتنا شويه اللياقه البدنيه، لانه ماشي اللياقه، الطراوه البدنيه، حكم انه اخر مباراه بذلنا فيها مجهود كبير مع حسنيه اكادير، وما كانش وقت كافي لاسترجاع هاد الطراوه بالنسبه ديال 100%. مي تنظن انه كاداء ديال اللاعبين الحمد لله بينوا على الشخصيه ديالهم، لانه المباريات اللي انهزمنا فيهم فما كانش المستوى التقني اللي فيه مشكل، العكس انه الشخصيه ديالنا اللي كان فيها مشكل. تنظن انه الحمد لله اليوم برهنوا اللاعبين على شخصيه قويه، قدروا انهم في بعض فترات لقاء يكون لو طون فور ديالنا، وفي بعض الفترات يكون لو طون فور ديال الوداد، وكان انيكيليبر. تنظن انه النتيجه ديال التعادل فهي نتيجه عادله. كل اسف فهمنا كل حاجه مع الفريق. On ne peut pas gagner lorsqu'on rate, mais t'as pratiquement 6 ou 7 occasions qui sont faciles. Certainement, moi je crois que l'utilisation nous a manqué aujourd'hui, peut-être la réussite aussi nous a manqué. Mais je pense que l'équipe a tout fait, on a pressé, on a tout essayé. Ça fait longtemps qu'on a un problème avec la concrétisation. Pourtant, on a tout essayé, on a tout fait, on a donné les solutions. Mais il manque d'application, surtout ma 16 mètres de l'arrière. Alors je pense qu'il faut être plus agressif. Parce qu'il y a des trucs pour marquer un but, il y a des trucs qu'il fallait qu'il le fasse. وخدمنا في التمارين وتعاملنا معاه في التمرين مع كل اسف نطلع في المباريات ننساو تقريبا مع كل حاجه، لان العرضيات اللي تعودوا بها من قدام المسؤول باقي معناتها من صعب معناتها في فتره وجيزه باش تغير العرضيات نتاع اللاعبين اللي تعودوا بهم وتدربوا فيهم، لان عند اللاعب كان يدخل 18 متر ما يهتمش للمنافس، ما يهتمش وضعيه المنافس، يمكن ما يشوفهاش من واحده. تعرف الكلمة اللي ديما نقول فيها وخشيناهم وهم يتسيرون بطبيعة الحال الحمد لله، إذا كنت المركز بتاعنا خاصة في 18 بتاع الفريق المنافس ماهوش جوديسيو بطبيعة الحال بعد نضيعوا أهداف اليد فوق معناتها كل ما يفور متر لا بال فوق باتيري معناتها لوسكونية في سيرة ديرباس اليد فوق معناتها عادات خدمت بور موا. J'ai dit, je le répète à tout le monde, il n'y a pas de côté pays. Il faut mettre la balle. Malheureusement, il faut qu'ils font un travail.